بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بالحلقة 23. حلقة اليوم راح تكون عن الجيش الأردني، الجيش العربي الأردني. طبعا الجيش العربي الأردني هو عبارة عن القوات النظامية التي تحمي الدولة، وتتكون هذه القوات من قوات برية وقوات بحرية وقوات جوية، تابعة بشكل مباشر لجلالة سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، وذلك بحسب نص المادة 32 من الدستور. يعود تاريخ تأسيس القوات المسلحة الأردنية إلى عام 1920، وذلك عندما قام جلالة الملك المؤسس عندما كان أمير الأمير عبد الله الأول بتشكيل نواة الجيش من خلال الضباط العرب الذين كانوا في الأردن. وبعد التأسيس عرف في هذاك الوقت باسم الجيش العربي. طبعا الجيش العربي الأردني له تاريخ طويل وكبير وتاريخ مشرف بالصراعات العربية الإسرائيلية، وشارك الجيش الأردني بالعديد من الحروب، وكان له الدور الكبير في الحفاظ على الأمة العربية وأيضا الدفاع عنها. خاض الجيش الأردني العديد من الحروب على أرض فلسطين، وكان هو الدور الأكبر وله الدور الأبرز الفاعل في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي على مستوى الوطن العربي. خاض الجيش الأردني الكثير من الحروب والمعارك. قاتل الجيش الأردني في العراق عندما قام علي رشيد الكيلاني بالانقلاب على النظام الملكي هناك، وكان ذلك ب 12 أبريل من عام 1941، وحاصر بهذا الانقلاب قاعدة الحبانية الجوية. وفي 10 أيار من عام 1941 تدخل الجيش الأردني في العراق للتصدي لهذا الانقلاب العسكري وحماية العرش الهاشمي في العراق. في 11 أيار سيطر الجيش الأردني على مدينة الرطبة وتصدى لهذا الانقلاب، وأمن الحراسة الشديدة لسكة الحديد في هذاك الوقت التي توصل ما بين الموصل وبغداد. في 4 حزيران من عام 1941 عاد القوات الأردنية إلى عمان، واستقبلهم الملك المؤسس الأمير عبد الله الأول، ومنح الضباط والجنود وسام النهضة. القتال في سوريا. قام الجيش الأردني بمحاربة حكومة فيشي الفرنسية. في حزيران من عام 1941 استسلمت القوات الفرنسية، ولكنها بقيت لها قواعد في لبنان وفي سوريا. والفرنسيين في هذاك الوقت أعطوا ضوء أخضر للألمان باستخدام قواعدهم، فسيطر الجيش الأردني وتدخل لمحاربة هذه الحكومة. في 26 حزيران من عام 1941 سيطرت القوات الأردنية الجيش الأردني على مدينة تدمر وعلى مخفر السبع بيار الفرنسي. وفي 27 حزيران من عام 1941، يعني بعد دخول المناطق بيوم واحد، استولت القوات الأردنية على دير الزور والقامشلي، وهزمت القوات الفرنسية على يد الجيش الأردني. وفي 30 حزيران من عام 1941 بعد انتهاء المعركة، أرسل الجنرال البريطاني بطاقة تهنئة للأمير عبد الله الأول، هنأه بالنصر على القوات الفرنسية، ومن ضمن نص الرسالة كان مندهشا من معنويات وقوة الجيش الأردني. وكانت ثمرة القتال للجيش الأردني أن تم تحرير القدس من أيدي اليهود وطردوا اليهود منها. من 1948 زحفت القوات الأردنية إلى القدس ورام الله وحرروهما بالفعل، ولكن تخلف القوات العربية عن الموعد وعن الزحف إلى القدس ورام الله وفلسطين أدى إلى اتساع جبهة القتال لدى الجيش الأردني. وقد صرح بن غوريون الزعيم الصهيوني ورئيس الوزراء الأسبق قائلاً:
كان من أبرز المعارك التي خاضها الجيش الأردني ما يأتي معركة اللطرون. استمرت معركة اللطرون من 10 إلى 23 مايو من عام 1948، أي 10 أيام. وهذه المعركة قتل الكثير من القوات الإسرائيلية على يد الجيش الأردني، وكان من بينهم الضابط الأمريكي ديفيد ماركوس الذي صرح الإسرائيليين في هذاك الوقت أنه قتل عن طريق الخطأ بإطلاق الرصاص من أحد الجنود الإسرائيليين مما أدى إلى إصابته، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن غوريون في عام 1948 أمام الكنيست الإسرائيلي: لقد خسرنا في معركتنا أمام الجيش الأردني ضعف قتلانا في الحرب كاملة. معركة النوتردام، قام الجيش الأردني بمهاجمة العمارة التي كان يتحصن فيها الصهاينة، وقام بهذا الهجوم الكتيبة الثالثة في الجيش الأردني، وبالفعل قتلوا جميع أو أغلب من يتحصن في هذه العمارة من الصهاينة. وقالوا اليهود عن هذا اليوم هو يوم المذبحة الدامي. لا تكفي حلقة واحدة للحديث عما قام به الجيش الأردني من فعل بطولي على مر الزمن، منذ عام 1920 منذ تأسيس الجيش العربي الأردني إلى يومنا هذا. فسنتطرق في كل حلقة قادمة إن شاء الله عن كل معركة خاضها الجيش الأردني، الجيش العربي الأردني على مر الزمن، وهو يقوم بالمعارك للدفاع عن الهوية العربية منذ عام 1920 إلى يومنا هذا. سطروا أفراد هذا الجيش التضحيات البطولية الخالدة إلى يومنا هذا. في الوقت الراهن يقوم الجيش العربي الأردني على منع محاولات التسلل من الحدود الأردنية، وخصوصا الحدود الشمالية، من العبث وتهريب المخدرات من قبل الإرهابيين والمخربين. وأعلنوا في أكثر من مناسبة أن الجيش الأردني قام بإحباط عملية التسلل وإلقاء القبض على المخربين وتحويلهم إلى الجهات الرسمية. كلنا يد واحدة مع يد العسكر من أجل حماية هذا البلد وهذه الحدود وهذا الوطن. وجملتنا اللي دائما نقولها بكل حلقة: من لم تكن قبلته الأولى الوطن فلا وطن ولا هوية له. طبعا عندما نتكلم عن الجيش الأردني نحتاج للحديث في أكثر من حلقة، ففي الحلقات القادمة بإذن الله تعالى سنتكلم عن الجيش الأردني وعن معاركه الخالدة من 1948 إلى 1967 إلى 1968، معركة الكرامة الخالدة والانتصار العربي الوحيد على القوات الصهيونية. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ووضع لايك على هذه الحلقة، ونتمنى أن نقرأ تعليقاتكم على هذه الحلقة. نشوفكم بحلقة جديدة. سلام عليكم.